السؤال الثاني يقول: أرى بعض الناس حينما يقوم لصلاة السنة، فإذا أقام الإمام الصلاة وهو قد صلى ركعة، إذا سمع الإقامة وهو لا يزال واقفا، دون إذا سمع الإقامة وهو لا يزال واقفا، قطع صلاته دون أن يكمل الركعة، فهل هذا جائز أم لا؟ إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة شرع فيها قبل الإقامة فإنه يكملها خفيفة ولا يقطعها، يكمل النافلة التي دخل فيها ويخفف فيها ويلحق بالإمام، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فلا داعي إلى قطع النافلة التي شرع فيها. أما بعد الإقامة فإنه لا يجوز للمأموم أن يشرع في نافلة، لكن هذا في الذي شرع في النافلة قبل أن تقام الصلاة، نعم. إنه يتمها خفيفة ويلحق بالإمام، ولا يجوز له أن يقطعها.